السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الثاني الإعدادي. هنحل مع بعض ملحق كتاب الجيم للصف الثاني الإعدادي بيج 23 صفحة 23، مراجعة كده على يونيت 1. أوكي. Choose the correct answer from A, B, C or D. I never have coffee. أنا مش بتناول القهوة خالص. For breakfast. يبقى على الإفطار اسمها for breakfast. Number 2. I go to the bakers with my mother. بروح المخبز. Bakers يعني مخبز. With my mother. مع ماما. We always buy bread. دايما بشتري خبز in the morning. في الصباح. يبقى هنا بنروح ايه؟ daily. daily يعني يوميا. لكن دي يوم. diary. يوميات. ديري منتجات البان. منتجات الالبان. Number 3. Come and sit on this. تعالى واجلس على هذه ايه. Four people can sit on it. اربع اشخاص ممكن يقعدوا عليها. طبعا دي اسمها سوفا. سوفا يعني كنبة. لكن تشير كرسي او متشير كرسي بزراعين وتشير كرسي بعجلات او متحرك. Number 4. We do the same thing every day. بنعمل نفس الشيء كل يوم. When we are in holiday. لما نكون في الاجازة. Because my family like to have. عشان عائلتي بتحب يكون عندها ايه؟ روتين. روتين يعني حاجة ثابتة كده. لكن fun مرح. Difference اختلاف. Joy مرح. Number 5. Can you my mother for me? My phone is not working. يبقى can you text. ممكن ترسلي لي ماما ليا علشان تليفوني is not working. لكن test دي معناها اختبار. Exit خروج. Test يتذوق. Number 6. On a or an day. في يوم A Reem gets up to cycles, go to school. تروح المدرسة. And then helps her mother with her job. وبتساعد مامتها في وظائفها. طبعا هنا typical day في يوم نموذجي. لكن electrical كهربائي يعني يعمل بالكهرباء. Technical فني. Technological تكنولوجي. Number 7. حسن forgot to bring any food. حسن نسي يجيب معاه أكل for the picnic للنزهة. But he can our food. ولكن ممكن share. share هنا بعدها يشارك الطعام بتاعنا. يتشارك معنا يعني. لكن give يعطي. lend يسلف. stay يقيم. Number 8. I live in a city. أعيش في مدينة. But my grandparents. ولكن أجدادي يعيشون in a small in the country. in a small village. في قرية صغيرة في الريف. لكن تاون مدينة. ديزرت صحراء. كابيتال عاصمة. نمبر 9. The farmer doesn't need to. الفلاح مش محتاج ان هو يعمل ايه. His goats. للمعز بتاعته في الصيف. As he can find their own food in the mountain. عشان هما بيلاقوا الطعام بتاعهم في الجبل. يبقى مش محتاج ان هو ايه. feed. يطعم. His goats in the summer. As لأن as يعني لأن هنا they can find their food in the mountains. يبقى climb هنا يتسلق. eat يأكل. drink يشرب. Number 10. My uncle has a عمي عنده a in his garden في حديقته. And he uses it to water his plants every morning. وبيستخدمها في ري النباتات كل يوم. يبقى عنده a wall حائط. tab اللي يخسر كلمة tablet اللي هو التاب يعني. tab لشريط لاصق. تاب سنبور. طبعا الإجابة الصح هي تاب. Number 11. It has a or an garden full of flowers and trees. It has a attractive أو an attractive garden. يعني بها حديقة جميلة مليئة بالزهور والأشجار. لكن terrible دي معناها فظيع. bad سيء. ugly قبيح. Number 12. Roberta feels. Roberta تشعر بإيه؟ When some men take her father from their home. لما بعض الرجال خدوا أبوها من المنزل. بيحسن بإيه؟ بالترابل. الخوفي أو الحاجة كده مش كويسة. لكن جلاد دي معناها سعيد. بليزد برضو مسرور. بورينج ممل. طيب number 13. Their new house. منزلهم الجديد. Is in the country. في الريف near the railway line. بالقرب من خط السكة الحديد. railway line. طيب number 14.
You can wash your face. ممكن تغسل وجهك. in the فين؟ في البيسن. بيسن اللي هو ايه؟ الحوض. لكن بوت اناء، كاربت سجادة، ميرور مراية. نمبر 15. ا از ا بيج كابورد، هو دولاب كبير. وير يو كان بوت يور كلوز، انت ممكن تحط ملابسك فيه. طبعا ده اسمه الواردروب اللي هو الدولاب. لكن ميرور مراية، درور خزانة ذات أدراج، كاربت سجادة. نمبر 16. You can see yourself، ممكن تشوف نفسك. in the mirror، في المراية. لكن لمب، لمبة، كاربت زي ما قلنا سجادة، كرتن ستارة. اوكي. نمبر 17 على اللانجوج. حمدي كوفي فور بريكفاست، هي لايكس تو درينك تي. يبقى هو بيحب يشرب شاي، يبقى هو مش بيحب يشرب قهوة، يبقى he doesn't drink. يبقى حمدي لا يشرب القهوة على الافطار. طب ينفع اخد درينكس؟ لا، don't drink ما تنفعش، don't مع المفرد، drink برضو ما تنفعش. نمبر 18. how Dina get to school she takes the bus. يبقى how does دينا، كيف دينا تصل المدرسة. الفعل المساعد هنا في زمن المضارع البسيط بيبقى يدو يدز بعد أداة الاستفهام. نمبر 19. what time your first lesson this morning. طيب لو انت خدت دز معايا تبقى انت غلط. ليه؟ لانك انت عشان تاخد دز لازم يكون في فعل، في فعل هنا مفيش. يبقى what time is your first lesson this morning، الدرس بتاعك الساعة كام هذا الصباح. نمبر 20. زي فوتبول زي بريفير تنس. يبقى هنا زي don't like، هما مش بيحبوا كرة القدم عشان هما بيحبوا التنس. complete the sentence with the correct form of the word in practice. after school، بعد المدرسة. my brother، أخي، and I، أنا وأخي. sometimes، أحيانا. do sport، بنمارس رياضة. لأن الاتنين جمع فبياخدوا do. number 2. Susie not watch TV when she gets home، she does her homework first. يبقى لوسي طبعا doesn't watch، النفي بتاع المضارع البسيط هنا بنقول does، doesn't watch. يبقى هاي doesn't عشان ما فيش مسافة بس نكتبها doesn't watch. number 3. in Germany، في ألمانيا. school، المدرسة. start very early، طبعا starts لأن المدرسة مفرد فتبدأ، نحط الفعل اس كده starts، تبدأ مبكرا في الصباح. number 4. how many lessons، كم عدد الدروس your school day have. how many lesson does، طبعا لان الفعل هنا اللي هو your school day، يومك الدراسي، فمفرد فبقى الفعل مساعد does. number 5. مريم not get up at 7 a.m. she gets up at 6. يبقى هنا doesn't get، لان هي مش بتصحى الساعة 7، بتصحى 6:30. يبقى doesn't get. number 6. I don't make my breakfast، أنا مش بعمل الفطار بتاعي. my mom always، ماما دايما makes it، هي اللي بتعمله. number 7. have your father got a computer، هل والدك حصل على كمبيوتر. طبعا تبقى has لأن your father مفرد. number 8. what has you got، تبقى what have you got عشان you بتاخد have. number 9. who has got an older brother، who has got، has got اللي هو يمتلك. نمبر 10. هو دو سلمى ليف ويز، هو داز سلمى ليف ويز، يعني سلمى مفرد فبناخد داز يعني مع من تعيش سلمى. نمبر 11. شال اي، بعد كده المصدر بقى، شال اي هيلب يو، هل يمكن ان اساعدك. كاري ذيس بوكس، في حمل هذه الكتب. نمبر 12. ذا باص، الاوتوبيس، ارايفس، يصل، ات ذا ميوزيوم، ات سير، ات 6:30. نمبر 13. وير does ملك لف، اين تعيش ملك، عشان هنا ملك مفرد فبتاخد does. طيب عندي هنا تمارين على يونت 2 الوحده الثانيه، وده من كتاب الجيم. صفحه كام؟ صفحه 25. مع بعض كده يا حضرات. choose the correct answer from a b c or d. شادي is deaf، شادي اصم، deaf يعني اصم يعني مش بيسمع. but he understands us، ولكن بيفهمنا because we use، عشان احنا بنستخدم ايه؟ sign language. sign language يعني لغة الإشارة. لكن signal دي معناها إشارة، إشارة سلك يعني، sight رؤية،
صاي يتنهى. اوكي يتنهد يعني يتنهد كده ياخد نفس. نمبر 2 اتس يوجوالي من الطبيعي ايزي او من العادي. اتس يوجوالي ايزي يعني عاده بيكون سهل. تو ويز بيبل ان اذر كانتريز اف يو سبيك انجلش. يبقى تو كوميونيكيت يعني تتواصل مع ناس من دول تانية لو انت بتتكلم انجلش. لكن تيل دي معناها يخبر. سي يقول. كونكت يوصل. نمبر 3 when you invite someone to your house لما تعزم حد على بيتك they are بيبقوا ايه بالنسبة لك guests. guests يعني ضيوف. لكن guest يخمن. patients مرضى. crowds حشد. نمبر 4 when two people get married لما يكون في اتنين يتجوزوا they have بيبقى عندهم wedding. wedding اللي هو حفل زفاف. يبقى ده زفاف. لكن ويدنج دي ويدنج بكسر الوي كده ويدنج دي معناها إزالة الحشائش الضرة. باند فرقة موسيقية. ميتنج مقابلة أو اجتماع. نمبر 5 the skin of zebra جلد الزبرة بيبقى ايه استريبت مقلم لكن شارب حاد. بلو أزرق بلين فاتح أو شاحب. نمبر 6 It's a that you couldn't come to my birthday party. It's a pity. يعني ايه للشفقة that you couldn't انك انت ما تدريش تيجي حفلة عيد ميلادي. لكن happiness السعادة. Congratulations تهنئة او مبروك. Happy سعيد. Number 7 there is an area of very dry land. يعني هي منطقة ارضها جافة جدا. طبعا ده ايه النهر. خطأ طبعا. Desert صحراء. صح. Lake بحيرة. سي بحر. نمبر 8 A or N is a boy or a girl هو ولد او بنت يبلغ من العمر 16 to 19 من 13 ل 15 يبقى ده اسمه ايه تينيجر. تينيجر يعني مراهق. بيبي طفل رضيع. شايلد طفل كبير شوية. وانفانت برضو طفل. نمبر 9 means usual not different معناها حاجة عادية مش مختلفة. يبقى natural طبيعي. modern حديث. normal طبيعي. ancient قديم. يبقى معناها ايه معناها عادي. not different يبقى دي normal حاجة normal عادية طبيعية يعني. number 10 to be means not with other people انك تكون ايه معناها انك انت مش مع ناس تاني. يبقى to be alone انك تكون ايه وحيد. لكن busy مشغول. pleased مسرور. worried قلق. نمبر 11 to feel means feeling happy about the good things in your life انك تحس بسعادة عن الحاجات الحلوة اللي في حياتك انك تبقى grateful يعني شاكر او ممتن. نمبر 12 the prepares food for people to eat بيعد الاكل الناس تاكله. طبعا ده street food seller بائع الطعام المتجول. بائع الطعام. لكن عندي هنا shop worker عامل محل كوكر بوتاجاز. خلي بالك اوعى تقول طباخ لا ده بوتاجاز. دكتور طبيب. نمبر 13 ذا هيلبس تو كيب بيبل سيف ان ذا ستريت بيساعد الناس ان يبقوا امنين في الشارع. يبقى ده مين ده البوليس اوفيسر ضابط الشرطة. نمبر 14 ذا سبيكس تو بيبل اون ذا فون بيتكلم مع الناس في التليفون. هي اور شي هيلبس ذيم ويز ذير بروبلم وبيساعدهم في المشاكل. يبقى ده مين ده اللي بيتكلم مع الناس في التليفون ويساعدهم لو عندهم مشاكل. ده اسمه كول سنتر worker عامل مركز الاتصال. نمبر 15 ذا هيلبس ان ابليس بيساعد في مكان وش سيل سينجز بيبيع حاجات. يبقى الشوب وركر عامل المحل. لكن الكوك الطباخ. كوك دي معناها طباخ او يطبخ. تنفع الاثنين. بليس اوفيسر ضابط شرطه والكمبيوتر انجينير مهندس الكمبيوتر. نمبر 16 يو كول بتتصل بايه اف ذير از ا بروبلم ويز يور كمبيوتر سيستم لو عندك مشكله في نظام الكمبيوتر بنتصل بايه بالكمبيوتر انجينير مهندس الكمبيوتر. نمبر 17 يور فازر كان والدك كان ذا كار اون ذيس رود يبقى والدك كان ايه اتس فيري كوايت يبقى كان بارك ممكن يوقف العربيه او السياره على هذا الطريق عشان الطريق ده ايه هادئ. نمبر 8 فاطمه از سو شي كانت هير يو فاطمه از ديف اصم عشان كده مش هتسمعك. لكن دي معناها عزيزي. بلايند اعمى. patient صبور. نمبر 19
The nurse works on the ill. الممرضة تعمل في الورد. ورد يعني عنبر. عنبر المستشفى. لكن هارد صعب. Award مكافأة. Reward برضو مكافأة أو جائزة. Number 20. I can't come to the park because مش هقدر اجي الحديقة because I the house today. Because I am cleaning بقى هنا مضارع مستمر عشان today. 21. What time do you هنا في do بقى عايز المصدر do your homework. I'm sitting under a tree أنا جالس تحت الشجرة and hungrily وبشراهة باكل الغداء. يبقى أنا بوصف طريقة الأكل إنها hungrily باكل بشراهة. 23. It's important to drive من المهم أن تقود carefully بحرص when it's raining لما تمطر لكن quickly بسرعة quick سريع careful حريص. طيب complete the sentence with the form of the word in practice. Iman and her neighbors. Iman وجيرانها Mr. Osman's flat now الآن يبقى مضارع مستمر يبقى هنا are cleaning بينظفوا شقة مستر عثمان الآن. Number 2. Mr. Osman in a lovely flat طبعا مضارع مستمر هنا lives بيعيش في شقة جميلة لأن ده عادة متعود يعيش في شقة. Number 3. منال and منى منال ومنى study calligraphy now الآن يبقى هنا are studying بيدرسوا فن الخط الآن. Number 4. My sister speaks very أختي بتتكلم very إيه يبقى very quietly بهدوء جدا. The teacher treats all her children المعلم بيعامل كل أطفاله kindly بطيبة أو بطريقة طيبة. Number 6. On Saturday في يوم أو أيام السبت كادي usually كادي عادة spends time spends حط لها S بس كده عشان الفعل مفرد. Spends time with her cousin. Number 7. The police officer ضابط الشرطة is visiting a school today. هزور المدرسة النهاردة. But usually ولكن عادة he drives يقود عشان usually هنا بمضارع بسيط. Around the city. Around the streets. Number 8. Nader work in the shop. But his brother is ill. So he is helping there today. يبقى Nader doesn't usually work in the shop. Doesn't usually work يعني مش عادة بيشتغل في المحل ولكن اخوه تعبان عشان كده هو بيساعده النهاردة. Our football team فريق كرة القدم بتاعنا will win because they are playing very عشان بيلعبوا very well جيدا ظرف هنا. Number 10. احمد went into the new school احمد راح المدرسة الجديدة sadly بحزن because he did not know any children there عشان مش عارف اطفال هناك. Number 11. Why are you طبعا هنا بي وهنا الفعل الفاعل نجيبه why are you laughing. Number 12. It isn't raining انها لا تمطر outside بالخارج but it is a bit cloudy ولكن الجو مغيم قليلا. طيب كده خلصنا مع بعض هنا مراجعة لحد صفحة 26. كان معكم مستر محمد شعبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.